ايه رأي حضرتك يا فندم في دورسيكا بطعم المستكة؟ سيب الملف عند سعاد. طب اقول لك بقى. ايوه احكي لي بقى، ايه اخبار الناس بتوع الصين؟ بفكر حضرتك بموضوع دورسيكا بالمستكة. مستكة ايه يا خير اللي انزل بيها السوق دي؟ مش وقتها. بص انا عايزك تركز معايا. ايه يا فندم؟ طوابير على المستكة، صدقني هتقش يا فندم. مين ايه؟ انا خير يا فندم. أنا النهاردة جايب لكم خبر حلو، إحنا خلاص قررنا هنعمل آيس كريم بطعم الديب، بطعم المانجا. طبعاً كلكم عارفين المانجا فاكهة جميلة ومفيش حد فينا ما بيحبهاش. لازم تحارب علشان فكرتك، حتى لو هنرفضها، تقولها مرة واثنين وثلاثة. بس مش أي فكرة. فكرتك تحارب علشان توصل لها. الجيلاتي المستكة، مستكة يا أستاذ. الجيلاتي المستكة. طب يا جماعه احنا داخلين على الصيف وهنبقى محتاجين لايس كريم جديد، في افكار؟ شو راي حضرتك نعمل ايس كريم مثل ما بتقولوا بالمصري مستكة؟ اهي سهله. ايه يا شيخه، ايه شايفين مستكة؟ طبعا شمال شمال مستكة طبعا. دولسيكا مستكة أخيراً عملناها، شكراً جمانة.